أكد مدير بلدية تكريت المهندس أنس فلاح الفراس استمرار العمل في العديد من المشاريع التي وجه محافظ صلاح الدين بتنفيذها، مشيرا إلى وصول مراحل العمل في الممر الثاني للشارع الحولي في حي الزهور إلى مراحل متقدمة، مطمئنا المواطنين بأن حملة التطوير ستشمل عموم مناطق تكريت. بناء على توجيهات السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر خليل وتبنيه لعدة مشاريع خدمية في قضاء تكريت، طبعا نحن متواجدين في منطقة حول الزهور، نفذت عدد من هذه المشاريع في هذه المنطقة. اليوم نعمل على إكمال مراحل تنفيذ واستحداث الشارع السايد الثاني لشارع حول الزهور. طبعا هذا الشارع سوف يسهم بتخفيف الازدحامات المرورية في مدينة تكريت بشكل كبير. العمل يسير منذ الصباح الباكر ومنذ 3 أيام في هذا الشارع بعد إكمالنا لمراحل الأعمال الترابية. على يميني أيضا منطقة الحزام الأخضر لمدينة تكريت في منطقة الحولي، ومستمرين بعملنا. على يساري أيضا قبل قليل كنا متواجدين في مشروع تطوير وتأهيل حي الزهور بالكامل، أعمال تبليط الشوارع وإنشاء الأرصفة وإنارة الشوارع مستمرة وتسير على قدم وساق، متفائلين إن شاء الله بالأيام القادمة. أطمئن مواطننا الكريم بأنه خطة بلدية تكريت الخدمية هي الأكبر وهي المستمرة إن شاء الله لتلبية كل الاحتياجات في كل المناطق، الديوم، مركز تكريت، القادسية أيضا. والأيام القادمة إن شاء الله سوف تكون يعني سوف ينفذ عدد من هذه المشاريع إن شاء الله بعد إقرار خطة تنمية الأقاليم ودعمنا بمشاريع المحالة من صندوق الإعمار المناطق المحررة.